قبل أن يصبح السيسي وزيراً للدفاع كان مديراً للمخابرات الحربية. له خصم في المخابرات العامة اسمه عمر سليمان. نهايات 2010، المخابرات العامة تتحكم في كل شيء داخلياً وخارجياً. السيسي منزعج من ذلك. عمر سليمان المقرب من حسني مبارك كان قلقاً من دور خفي للسيسي للانقلاب عليه بذريعة رفض توريث الحكم لابنه جمال القادم من خلفية غير عسكرية. خطط السيسي مع المجلس العسكري لاستبعاد مبارك. حاول اختراق المخابرات العامة بضم ابنه محمود إلى صفوفها، لكن عمر سليمان رفض. وقعت ثورة يناير، عزل مبارك واختفى عمر سليمان عن واجهة الأحداث، لكنه عاد في انتخابات 2012. كان أحد مرشحي انتخابات الرئاسة، لكن اللجنة العليا للانتخابات استبعدته من السباق. يوليو تموز 2012، مات عمر سليمان بأمريكا أثناء تلقيه العلاج. رحل أكبر أعداء السيسي، وما زالت ظروف وفاته غامضة، وجاء الدور على بقية رجاله. جاء انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي عام 2013، ثم أصبح رئيساً عام 2014، وذهبت أنظاره فوراً إلى السيطرة على المخابرات العامة. في هذا الجهاز السيادي ما زال رجال عمر سليمان هناك. بدأ السيسي بتصفيتهم وعين لهم رئيساً اسمه فريد التهامي، وعين ابنه محمود السيسي مديراً في مكتبها الفني. ثم بدأت عمليات الإطاحة بقيادات كبرى بالجهاز. عين عباس كامل رئيساً صورياً للمخابرات العامة، وأصبح محمود السيسي نائباً له بعد ترقيته إلى رتبة عميد متخطياً الأعراف العسكرية كافة. لكن الصراع لم ينتهي، فرجال عمر سليمان واجهوا من الخلف. ساعدوا في جمع توكيلات للفريق سامي عنان ليدخل سباق الترشح لينافس السيسي. تم القبض على عنان وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، واستمرت حملات التصفية بجهاز المخابرات العامة تحت إشراف محمود السيسي، وتمت إقالة 119 مسؤولاً. ليس هذا فحسب، بل تم تقليص صلاحيات المخابرات العامة لصالح المخابرات الحربية. المشهد الأخير، ظهر محمد علي مقاول الجيش الأكثر إثارة للجدل ليعلن أن الصراع لم ينتهي، لكن المخابرات العامة ليست الطرف الوحيد، فهناك عدة قيادات عسكرية أخرى تختلف مع السيسي في سياساته، مثل ملف سد النهضة وجزيرتي تيران وصنافير والعلاقات مع إسرائيل، وهي ناقمة من طريقة إدارته للقوات المسلحة بشكل عام، وعدم مبالاته بالجيش وقدام المحاربين، وإطلاقه يد المخابرات الحربية في كل شيء تقريباً. فكيف سينتهي هذا الصراع؟